السلام عليكم. بالنسبة لكويز 2 كمبيوتر باصز، لأنه صارت أسئلة كثيرة عليه، فهنا بعض الملاحظات. السؤال الأول: write down the internal bus types. حقيقة هذا السؤال هو يتحدث عن internal buses hierarchy or internal bus hierarchy. البص اللي داخل البي سي البيرسونال كمبيوتر يتكون من إيش؟ من كم نوع من الباصز. فإذا قدرت يعني، هو موجود في السلايدات حقيقة. الأكثر الطلاب سألوا عن السؤال الثاني. السؤال الثاني: How are the computer buses important in real-time systems؟ ما هي أهمية الباصز بالحاسبة بالreal-time system؟ طبعا هذا السؤال هو في الحقيقة يتحدث عن الداتا acquisition، اللي هو هذا السيستم، يتحدث عن Data Acquisition System وعن الباصز أصلا. طبعا فهنت يعني ملاحظة غير مباشرة: The following figure shows the Data Acquisition System DAS. فأهمية الباص بريال تايم سيستم أنه هي تدخل بالData Acquisition بعد ما نأخذ الإشارة إلى داخل الكمبيوتر، مثل ما تشوفون في هذا المكان. فداخل الإشارة تدخل إلى الكمبيوتر، تدخل في البداية عن طريق البورت اللي هو point to point، سواء في هذا المكان أو ربما في هذا المكان أصلا، أو ربما حتى في هذا المكان بعد السنسر مباشرة. signal conditioning والانالوج تو ديجيتال تحدث داخل الكمبيوتر، يعني هذه تحدث بعد الانالوج تو ديجيتال لأنه تحدث على الديجيتال signal، أو أنه يكون البصص يبدأ من هذا المكان داخل الكمبيوتر فقط، أنه خارج signal conditioning والانالوج ديجيتال كونفرتر خارج. في كل الاحوال الكمبيوتر داخله اكو باصز، هذه الباصز فيها محدده. طبعا اذا عرفنا شنو الريال تايم سيستم، الريال تايم سيستم فيه هناك constraints، يعني محددات real to implement real time functions حتى ننفذ دوال بالزمن الحقيقي. السرعة ليست هي يعني مو شرط يكون سريع جدا، بس على الأقل يكون سريع بما فيه الكفاية حتى يلحق على هذه الفيزيكال اتاتشمنت المربوط على الكمبيوتر. الكمبيوتر باصز يعني ما هي أهمية تتحدثوا من هالباب؟ فمثلا شنو تعريف الباص؟ الباص هو مجرد channel over which information flows between one or more devices. فطبعا هنا في هذا المكان في الكمبيوتر اكو اجهزه اللي هي جي بي يو سي بي يو، والبرامج نفسها ايضا السوفت وير. الباص راح ينقل بين الرام والسي بي يو مثلا، فالسوفت وير راح يتاثر وهكذا. ايضا من تعريفات الشانل انه الباص انترفيسنج حقيقه، عفوا، انه هو مالتيبل باص سيركتري ماست بي بروفايدد. فهناك اكو سيركتري تشيبسيت موجود داخل البي سي يتحكم في الباصز مثل ما شفنا، وبالتالي هذه راح تولد تأخير ديلي في الزمن. شنو التأثير؟ يعني هل انه اذا كان مثلا بطيء راح يأثر، اذا كان سريع جدا يفيد ولا ما يفيد او كذا؟ فهذه من خلال تعريف الباص وتعريف الريال تايم سيستم نقدر نجاوب على question 2. السؤال الثاني، السؤال الثاني هو سؤال افتراض، ما أعتقد راح تلاقون جواب في الإنترنت. إذا تجيبون من الإنترنت شيء ما راح يكون صحيح طبعاً، لأن هو سؤال افتراضي. ما هو تأثير الباص على الريال تايم سيستم؟ فلازم نشوف نعرف أول مرة الريال تايم سيستم، نشوف شنو هو، وبعدين نعرف الباص شنو تأثيره على السرعة وغيرها. فلا تجيبون شيء من الإنترنت لأنه ما راح يكون صحيح. شيء ثاني، انتو اذا جبتوا شيء مكتوب من قبل اشخاص اخرين راح يبين، راح يعتبر هذا غش. فالافضل انه تكتبون بصيغتكم وباسلوبكم، حتى لانه الغش راح ينكشف في هذه الحالة. وهذا الكويز عبارة عن هوم وورك اكثر مما هو كويز يعني حقيقة، والهدف منه انه نفكر مادة الباصز اللي اخذناها بالريال تايم سيستمز شنو علاقتها بالريال تايم سيستمز اصلا. فإذا الجواب يكون على قدر تعلق الباص، تعريف الريال تايم سيستم أولا، وشنو هو شغل الباصز داخل الكمبيوتر اللي هو ينقل معلومات. وبالتالي الريال تايم سيستم فيها constraint محدد مهم، وهو كفاية المعلومات والزمن الذي يجب أن يتنفذ
فيه الفانكشن الريال تايم فانكشن. وشكرا جزيلا.